أتعلم الحروف الأبجدية العربية. هيا نفكر، نتعلم ونقرأ. ما هو الحرف اليوم؟ هل تعلمين؟ إنه حرف الثاء. اخترنا لكم 4 كلمات تبدأ بحرف الثاء. هيا نبدأ. ثعلب، ثلاثة، ثور، ثوم. هيا أصدقائي لنقرأ معا الكلمات التي تعلمناها بحرف الثاء. ثعلب، ثلاثة، ثور، ثوم. والآن هيا نفكر بكلمات أخرى بحرف الثاء. ثلج. أعطيني كلمة أخرى تبدأ بحرف الثاء لو سمحتي. حتى أصدقائي لنفكر معا. ثعبان. ممتاز. أصدقائي هل وجدتم كلمات أخرى تبدأ بحرف الثاء؟ سنفرح كثيرا بقراءة تعليقاتكم المميزة. شكرا لكم يا أصدقائي، أرجو أن تكونوا قد استمتعتوا معنا. لا تنسوا الاشتراك. إلى اللقاء.